عن محمد ابراهيم بن حارث التيمي عن ابي سلمة ان كتابعي قيمها بدن طيب مركي لديله وقت قرنيس وحا لو توراي قشن قبك ان كتابعي ما كان اسكو دحين من كره بقرده هي شياطين تا او دينين اسكو دحين وحمانتود كدالي او حقه وشيغي او حماه وكرهبي بي دبسدين حبس بنتو كدنتي او خيرين يميدكيسن وحي كو توراي قشن قبك ارحب على يدادي محمد ابراهيم بن حارث التيمي عن ابي سلمة مركا علمود ان بدن با لو سو دبي دينكا ويحق عديين مقا انبياء لود لي وكأي من نبي قاتل وفي قراءة قتل مرك انبياء لود لي وأولياء لود لي وصحابة لود لي وتابعين بلود لي ما مسألة مسألة سالا ما نقول بمرك اللي عندها لسوق وشادو الباب كصويح له محاص عوني عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد من صفية قل يا ايغو مشركين وضقمانا وحيب كدقين عيب ننك علماء ان لوح للدين كيس ابن تيمية وحود انتي ابن تيم وحود انتي كلين حبسك وكود انت سوى حران وما شرفه شرفه وحي شرفتها وحي كدقين عي وعامضة هذا كان قفل يرى امتحانها دنب الله كيف قلوينا بكولي عامضة مقطع عقيدة والله يا أبي وداد حيو الامتحانه وحنون كل عيو هذانا متكرك كل عيو رفات حروتي كذا ما طي أسوي كليد اللي قلت له هذا يرجع لي هوست هذا حتى أقول لهين هوست كاح مريات بحكوين دنب الله كيف قلوينا نقول حيو حيو نجدي يبتل الأنبياء ضدك على امتحانه أو دب على دباتي إلهنا ولا نبلونكم بشيء طيب امتحان كان وحوي وإلهي بكسافي قريني وكشي لي درجات أجرك هذه عمل كذا كو قاري ويدي رب الربين كو قارسيو امتحان كان مقادير تأصب رئيسو يدلقات كي صبرك أنبياء أو امتحان بطنا دباتي من نبي الله يوم حيلا كسمي نغسنا للرفادني سدئي الطمان سنة حنونا بين آدم كل عين كل عين إلا دكو نكك كرتكي وإسلام تيسي قصو عرني ويدو واقد محطا دبزتي ربي المحر إنا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب انت سالك ربي انو دقك السودو حانما ايوه وحانو امتحانا محقوق دعايا وحدن بو الهي كقر انو دقرن ما يبر بل اسكداي مكا انك قوليو الهي كو دارنا يبانو كو دارنا اما رمبو كو دارنا ينتان كبقين دارتا جبيان يان كفارقود كبحين جريبو سان الهي لو عاسي لونو مر ميسان بدارن هيا مرمبو كو دارن مبانو كو دارن مبسو كجرم كفارقود بان كبحين جري سان الهي اوينيو لكن اوشن وهول ربي جاي دونك كليخدا وحبا هي تهمينا انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب بن ادم كساس اسكي وحاسي امسي كوضقو marku culuma ku sheega balanta hebel mi xabsi ku dhinta waa ba sharaf ba kriis uu culuma hada xirxirayaan ay ku wanaay isku horwadaan geefiican dadka weydiiya ayda idin sheegay dad aratan nin buqoro faajir oo diin laawa wadad uu wato fa'lam anna diin hada wadad qad dhahaba taqo salaf ka yiri hada aratan culuma oo buqoro la xiriiray oo buqorada ay isbedeli waaya oo diinta ku hagaagi waayaan sheekhun xululay waxa ogaata sheekh diinkiisa baa dhintay asaga fidnoobay waa inaan ninkan jaayirka buqorka sheeydaan aad faamayso oo ka qabato xumaanti oo hagaaga ma hagaagu waay adnama ku cindantahay waxaad xukuntaa ala fidnaba lagu hagaajiyay xaqiiqdu waa sida adiga xabsi baad tagi qoliyo reetoorka dabaalahaana ku dhaymteemiya qalcad ku dhintaa ku dheer